وما يزال عبدي، وما يزال عبدي يتقرب إلي. يتقرب فعل مضارع يفيد الاستمرار، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما هي النوافل؟ النوافل هي غير الفرائض، يعني إحنا منتهين من الفرائض، منتهين من صيام رمضان ومسألة الصلاة والحج والزكاة، هذه منتهين منها. نحن الآن في الفرائض، يعني السنن الرواتب، قراءة القرآن، ذكر الله، حضور هذه الدور المباركة، المحاضرات، هذه هي النوافل. كل ما أكثرنا منها فنحن نقترب من الله. فإذا اقتربنا من الله ماذا لنا؟ قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أحب الله العبد أو الأمة نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانة، فيسميك الله جل جلاله باسمك، اسمك يسطر في السماوات كلها مباشرة، يحبك جبريل. جبريل ماذا يفعل؟ يتجه إلى ملائكة السماء. كم عدد ملائكة السماء؟ أرأيتم السماء التي فوق رؤوسنا الضخمة العظيمة؟ يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني ثقلت، لها صوت من كثرة الذين عليها. هذا هو الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. الله أكبر. كل هؤلاء الملائكة يناديهم جبريل: يا ملائكة السماء، إن الله أحب فلانة فأحبوها، فلا يبقى ملك في السماء إلا وأحبك يا أمة الله. ثم بعد ذلك يطرح لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض. ماذا نستفيد من هذا؟ نبدأ من أقلهم وهم أهل الأرض، ماذا نستفيد من حب أهل الأرض لنا؟ نستفيد هذا الحديث العظيم. مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فلما مرت الجنازة قالوا: هذه جنازة من؟ فقالوا: فلان. فأثنوا عليها خير وقالوا: رحمها الله، فلانة الطيبة، فلانة الصالحة، فلانة العابدة، أثنوا على الجنازة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، وجبت، وجبت. فقالوا: يا رسول الله ماذا تقصد بوجبت؟ قال: وجبت لها الجنة، وجبت لها الجنة، وجبت لها الجنة. لماذا؟ قال: أنتم شهود الله على خلقه، لا يمكن أن يثنى عليها بخير إلا وأنتم تحبونها، ولا يمكن أن يطرح لها الحب والقبول بين الناس إلا إذا كان الله قد أحبها. فهذه فائدة حب الناس، فائدة حب الملائكة. من الذي يسجل أعمالنا؟ أليس الملائكة؟ من الذي سيقبض أرواحنا؟ أليس الملائكة؟ من الذي سينزل معنا تحت الأرض منكر ونكير؟ أليس الملائكة؟ من الذي سيسوقنا يوم المحشر؟ أليس الملائكة؟ إذا كل هؤلاء يحبونك هل ستؤذين؟ لا والله، بل ستستقبلين استقبال الملوك. ولذلك المؤمنون إذا أقبلوا على الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم ماذا؟ تتلقاهم الملائكة، تستقبلهم استقبال الملوك، لأنكم الملوك، لأنكم الذين كسبتم حب الله، أنتم أولياء الله. ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا يمكن أن يمسكم نصب ولا يمسكم عذاب، لكم الأمن وأنتم مهتدون. كل هذه بشارات عندما تكون أنت حبيبة الله عز وجل. وإذا أحبك الله انتهى، من الذي يجعل لك من كل ضيق مخرج إلا الله؟ ومن الذي ييسر لك أمورك في حياتك إلا الله؟ ومن الذي يستجيب لك دعائك إلا الله؟ الشفاء من الله، الرزق من الله، السعادة من الله، كل شيء عند الله. فإذا أحبك الله انتهى. يقولون: من وجد الله فماذا فقد؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ما فقدت شيء، ولكن من فقد الله
ماذا وجد؟ إذا الله ما هو معك كل ما ترينه لا قيمة له. فلنقبل على الله، لنقبل على الحي، لنعتز بديننا. تعجبني المرأة التي لا زالت تعتز بعباءة رأسها، تعتز بحجابها، تعتز بدينها، تأتي إلى دور القرآن وإلى حلق القرآن وهي رافعة رأسها برغم المستهزئات وبرغم الساخرات، لا يهمها ذلك. عندما تأتي في مجالس النساء العامة تعتز بلباسها المحتشم ولو تعرت الآخرات. لماذا؟ لأنها تعتز بالله وهمها الله. ويكفيك ولي أن يكون وليك الله عز وجل. إنما أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله ولو سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. عندها نطمئن أن كل شيء في الدنيا من قصاص من حقوق، هناك حي ينظر ويرى ويكتب، ولذلك مردنا كلنا إليه. فيا أيتها المؤمنة، من هو الذي يستحق أن تسعي خلف رضاه؟ أهم الذين سيموتون أم هو الحي الذي لا يموت؟ كم نسعى من أجل أن نرضي البشر، كم نسعى من أجل أن نكون ذوي جمال في أعين البشر، كم نسعى أن نكسب المال من أهل البشر، كم نسعى من أجل أن نسعد في الدنيا، وكل ما نراه سينتهي، نحن سننتهي والدنيا كلها ستنتهي ولن يبقى إلا الله. فلذلك علينا أن نجد ثمرة الإيمان بالحي في قلوبنا. كيف؟ أن نجعله هو همنا الأول. نعم، يجب أن يكون الله هو الهم الأول عندنا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من كان همه الآخرة، والآخرة المرد مقصود فيها يعني الرجوع إلى الله، من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي صاغرة. من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي صاغرة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إنك عندما تقصدين الله فإن كل شيء يأتي تبع. لماذا؟ لأن الله إذا أحبك أحبوك الخلق. الله عز وجل إذا رضي عنك رضي عنك الخلق. الله سبحانه وتعالى إذا كسبت عنده مقاما ومكانا جعل لك من كل ضيق مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسبي. حب الله كيف نكسب؟ حب الله ليس بالكلام ولا بالتمني، حب الله بالعمل.